طبعا هذه القروض التشاركية تشمل قروض الاستثمارات، تشمل قروض الاستغلال أكيد، تشمل قروض السكن يعني للأشخاص، تشمل الليزينج الإجارة إلى غير ذلك. البنوك قاعدة تحضر في نفسها من الناحية الإجرائية والعملية. نتكلم على البنوك العمومية كلها تقريبا انخرطت في هذا المجال. تم إمضاء الاتفاقية منذ أسبوع بين البنوك العمومية ووكالة تشغيل الشباب وأيضا الصندوق الوطني لمكافحة البطالة. بشكل رسمي الآن القروض الغير مسددة اللي تحصلوا عليها أصحابها قبل مارس 2011، نأكد عليها قبل مارس 2011، بإمكانهم أنهم الآن يطلبوا إعادة لو روتراتمون يعني نتاع القروض نتاعهم، إعادة جدولة القروض. شرط الالتزام بالتسديد مستقبلا لمبلغ القرض الغير مسدد، وأيضا طبعا بتسديد جزء من هذا القرض يتراوح بين 5 إلى 10% كأقل شيء، طبعا ليقدر يسدد أكثر مرحبا به. بشكل شرط الثالث انه لازم يكون طبعا الشركه مازالها قائمه، معناها العتاد يكون مازال موجود. الانخراط ايضا في صندوق ضمان القروض تاع المؤسسات المصغره. هل المؤسسه المتابعه قضائيا تدخل في هذا الاطار سيد جبار؟ الامور تدرس حاله بحاله. اذا كان العتاد مازال قائم وفيه آفاق لأمل يعني لإعادة النشاط فلما لا. احنا الآن تقريبا كل المتابعات أوقفت إلى غاية استلام الملفات من طرف الشباب، دراستهم حالة بحالة والبت فيها.